مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب، أهلا وسهلا فيكم في نشرة جوية جديدة راح نحكي فيها عن آخر التفاصيل الجوية المتوقعة بالمنخفض الجوي المتوقع أنه يؤثر على المملكة مساء اليوم السبت وغدا الأحد بإذن الله تعالى. طبعا زي ما ذكرنا سابقا أنه هو منخفض جوي غير اعتيادي بالنسبة لهذا الوقت العام، راح يرافقه إن شاء الله انخفاض كبير في درجات الحرارة، أجواء باردة شديدة البرود في أغلب مناطق المملكة، بالإضافة إلى تساقط الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من المملكة، المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء المنطقة الجنوبية. أيضا كما ذكرنا سابقا هناك أيضا توقعات بتساقط الثلوج فوق قمم جبال الشرى والتي قد تتراكم هنالك على فترات. أيضا من ضمن المعطيات الجوية الجديدة التي ظهرت لدينا هناك أيضا احتمال لأن تمتد بعض الزخات الثلجية لمرتفعات جرش وعجلون والكرك والطفيلة، لكن غالبا هذه الثلوج لن تكون بشكل مؤثر ولساعات قليلة فقط. طبعا السبب العلمي لهذه الحالة الجوية أو يعني كما لاحظ الجميع هناك حصل انخفاض كبير على درجات الحرارة اعتبارا من عصر الخميس كنتيجة لتدفق تيارات هوائية باردة باتجاه المنطقة، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير اعتبارا من عصر ومساء يوم الخميس. يوم الجمعة أيضا استمرت تأثير هذه التيارات الهوائية الباردة على المملكة، عملت على تساقط الأمطار بحمد الله خاصة في المنطقة الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى. كنتيجة لاستمرار تدفق هذه التيارات الهوائية الباردة يعمل على تشكل منخفض جوي بإذن الله تعالى فوق جزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي من المتوقع أن يؤثر على المملكة وبلاد الشام بشكل عام تدريجيا اعتبارا من ساعات مساء السبت، ويزداد تأثيره بشكل واضح يوم الأحد. طبعا كما نلاحظ أيضا في الخارطة التوضيحية هناك أمطار رعدية غزيرة على طوال السواحل الفلسطينية والسورية واللبنانية، تمتد هذه الأمطار الغزيرة إلى المناطق الشمالية من المملكة بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية. توقعات الثلج كما نلاحظ أيضا عبر الخارطة التوضيحية هناك كميات حقيقة كبيرة من الثلج متوقع فوق جبال لبنان، أيضا فوق جبل الشيخ، لكن بالنسبة للمملكة تقتصر الثلوج كما ذكرنا سابقا على منطقة جبال الشرى والمرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة والتي قد تتراكم غدا بإذن الله تعالى. أيضا هناك فرصة كما ذكرنا فرصة لتساقط زخات من الثلوج بشكل محدود لساعات قليلة، غالبا لن تعمل على حدوث تراكم في مرتفعات عجلون وجرش والكرك والطفيلة. وعند الانتقال لشرح الحالة الجوية بالتفصيل اعتبارا من ساعات عصر السبت وحتى تقريبا مساء الأحد، نرى أن المملكة ستدخل في مسار درجات حرارة تنازلي خلال الساعات القادمة، وبالإضافة إلى تزايد في فرص تساقط الأمطار بإذن الله تعالى خاصة اعتبارا من ساعات ما بعد العصر والمساء الأولى. طبعا الأمطار ستكون في الغالب هي أمطار على شكل زخات رعدية في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ساعات عصر ومساء السبت بإذن الله تعالى. أيضا هناك نشاط في سرعة الرياح خلال ساعات ما قبل منتصف الليل وخلال ساعات ما بعد منتصف الليل. الجزء الأبرد والأقوى والذي سيرافقه هطول أمطار بشكل أقوى في المنخفض الجوي سيؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليلة السبت الأحد وصباح الأحد ويوم الأحد بشكل عام. يرافق هذا الجزء كما نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة، درجات الحرارة العظمى تقريبا غدا في العاصمة عمان ما يقارب فقط 8 درجات مئوية معظم وقت خلال تأثير المنخفض الجوي خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وحتى مساء الأحد، ستكون درجة حرارة العاصمة عمان ما يقارب 6 أو 7 درجات مئوية. تزايد في فرص تساقط الأمطار بإذن الله تعالى في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون هذه الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بزخات من البرد الذي قد يكون كثيف أيضا على فترات. أيضا الأمور الهامة هناك توقع ربما بتأثر المملكة بسلسلة من العواصف الرعدية خاصة خلال ساعات صباح الأحد وما قبل ظهر الأحد في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى بالإضافة إلى سلسلة جبال الشرى. وكنتيجة للمنخفض الجوي المتوقع كما ذكرنا اعتبارا من ساعات عصر ومساء السبت وصولا حتى تقريبا ظهر الاثنين، يحذر خلال 36 ساعة القادمة بسلسلة من التحذيرات الهامة. التحذير الأول نحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات كنتيجة لتوقع غزارة الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة. أيضا تحذير تشكل السيول حقيقة خاصة في المنطقة المنخفضة والأودية. التحذير الثاني هو خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب عدة عوامل، ربما العامل الأول هو الضباب والغيوم الملامة لسطح الأرض بالإضافة إلى شدة الهطولات المطرية التي ستعمل على تدني في مدى الرؤية الأفقية بإذن الله تعالى. هناك تحذير أيضا هام هو خطر الانزلاق على طرقات المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة بسبب توقع تساقط وربما تراكم الثلوج، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية بشكل عام سواء في الشمال أو وسط أو جنوب المملكة بفعل تساقط زخات البرد التي قد تكون كثيفة أحيانا. التحذير الأخير هو خطر شدة العواصف الرعدية وكما ذكرنا خاصة في ساعات نهار
الأحد وما قبل ظهر الأحد. هذا كان آخر ما لدينا من تحديثات جوية. تابعونا دائما على صفحتنا على الفيسبوك arabiweather.com طقس الأردن، بالإضافة إلى صفحتنا على تويتر وموقعنا الإلكتروني دائما www.arabiweather.com. ولا تنسوا دائما تستخدموا تطبيق الهواتف الذكية على الأندرويد والآي أو إس باسم طقس العرب. هذا كان آخر ما لدينا، كان معكم أسامة الطريفي، إلى اللقاء.